رشا، رح نضل يمكن بنفس الحديث اللي كنا عم نحكي فيه، عالم الرياضة وعالم الغذاء الصحي اللي أكيد ما بينفصلوا عن بعض، لحتى يكون يمكن جسمنا مثل ما منحب. وبعض الأشخاص اللي بيعانوا من البدانة أو حتى السمنة، كيف بيقدروا يخسروا وزن بدون هي حالة العذاب رشا يمكن اللي بيمرقوا فيها وبنسمع عنها كتير، بتسبب اليأس وبالتالي نحن نوقف دايت ونرجع لحياتنا يمكن الخاطئة اللي كنا عايشينها. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع أخصائية التغذية دعاء الخطيب. صباح الخير دعاء. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. هلا اليوم مساحتنا هيك حيكيفوا الصبايا عليها معلومات وشي هنن بيهتموا فيه، ولكن اليوم من خلال اختصاصك أنت مع أنه نحن الرياضة تكون أساسية بالحمية الغذائية أو لا مفروض يكون متقطعة خلال أسبوعنا؟ هلا بالاحوال العاديه بدون ما يكون الانسان ماسك دايت او شيء، الرياضه بتكون هي مكمل لسلامه الانسان من الشكل الداخلي. الرياضه مهمه لتحافظ لك على الدوره الدمويه بشكل صح، ليكون عندك قلب سليم، كبد سليم، كليه سليمه. فاحنا لما بنشاركها مع الحميه فبضل انه احنا عم نكمل موضوع الحرق، انه بالرياضه عم نكمل او اساسي؟ هي اساسي. احنا الحميه بتساعدنا انه احنا بتنزلنا مثلا بمعدل الاسبوع لنفرض نص كيلو، تيجي الحمية مع الرياضة بتنزل لك كمان نص، يعني رياضة نص وحمية نص، فإحنا صار عنا كيلو. فإحنا دائما الحمية بدون رياضة بتمشي معه وبتنزل لك من وزنك، بضل في شيء ناقص لأنه الوزن اللي نحن عم ننزله إذا ما كان مع رياضة بده يصير في ترهل. تيجي الرياضة لتشد لك جسمك، إذا كان في عندك زيادة وزن نقصتي من وزنك تيجي رياضة بتشد لك جسمك، بدك تزيدي وزنك فوتي أكل زيادة تيجي رياضة بتوزع لك الأكل بكل جسمك مشان ما يصير عندك دفايات. دعاء اليوم كثير بنسمع عن الحميات هي غلط ويمكن إلى مردود عكسي في حال نحن وقفنا هي الحمية، خلينا نحكي عن أبرز الأخطاء يلي عم تسمعيها بشكل كثير كبير، خاصة إنه اليوم يمكن حتى على الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي وحدة جربت مثلا قاطع هي معين فهي بتنقل هي التجربة لباقي الصبايا، مسوقات لأدوية معينة، طريقة دايت أخسر مثلا 10 كيلو بسبعة أيام. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا بالنسبه دائما الحميه اذا ما كانت مدروسه بشكل صح، في حسبه بتصير انه انت لما بتفوتي اي عنصر غذائي على جسمك ما له محسوب بالطريقه الصح، بيوازي طولك، وزنك، عمرك، هي حسبه بنعملها بنفوت لك نظام غذائي بتناسب مع كل شيء، حتى المجهود البدني اللي انت عم بتساويه، عندك رياضه ما عندك رياضه، طبيعه شغلك، سواء انت طبيعه شغلك مكتبي، عندك جهد بتبذليه لتوصلي على شغلك. فاحنا بنيجي هون انه موضوع الحميه اذا ما كانت مدروسه بشكل صح بتوازي وضعك اللي انت عم تتعايشي معه، ممكن انه انت تمشي بحميه وانت مريضه كليه لنفرض، ممكن تمشي بحميه وانت مريضه ضغط، فما فيني اني انا فوت اعمل سيرش على جوجل واسحب انا حميه بس انه متبعها حدا او منزلها لانه هو استفاد عليها وطبقها على حالي. فكل انسان له حميه خاصه فيه، طولي بيختلف عن طولك، بيختلف عن وزني عن وزنك، بيختلف عن طبيعه الاكل اللي انت بتحبيها، بجوز انت بتحبي نوع معين من الاكل غيرك ما بيحبه، فانا ما فيني انه جيب حميه ثابته طبقها على كذا حدا. بالنسبه لموضوع قواطع الشهيه اللي عم بيستخدموها وانه كثير عم بيروجوا لها، هلا هي سواء مع حميه او بدون حمية قاطع الشهية أنا ما بنصح فيه، لأنه بنرجع إحنا بنشوف شو المكون الأساسي لأغلب قواطع الحمية. السنمكي، السنمكي كتير له أعراض لجهازك الهضمي، فإحنا غير أول الجفاف يمكن مزبوط إنه أول ما بتبلشي فيه بتحسي أول ثلاث أيام صح نزل وزنك انقطعت شهيتك، بس بعدين صار في خسارة كبيرة للسوائل. يمكن عم تنزل بالضبط، صار في خسارة كبيرة للسوائل اللي بجسمك. فإحنا كتير في عالم مشيت بقواطع شهية وبدول أوروبا سجل حالات انتحار، إنه هي ترسل اشارات لدماغك كتر الستريس اللي انت عم بتعاني منه لانه ما عم بتفوتي وارد غذائي لجسمك، سواء مي، ملتي فيتامين، سواء مواد غذائيه. فكتير في منهم عانوا من موضوع اكتئاب، قلق، توتر، قله نوم وانتحار. حتى ادويه السكر كمان بالضبط، كمان هي هلا يمكن اخذ رقم واحد بين الصبايا انه نحن ناخذ دواء السكر قد ما اكلنا، ميدفرال وغيرها كمان رشا قبل ما ننام، ممكن حبه او حبه الصبح او حبه المساء، وهي بتساعد فعلا على خساره الوزن، لكن شو الاثار الجانبيه يمكن للسم؟ هلا بالنسبه لخافضات السكر الفمويه نحن بنعرف انه السكر النمط الثاني بيمشي فيها، بس في بعض النساء بيسجلوا حالات بشيء اسمه تكيس مبيض. من ضمن خطه الحميه الموجوده انت بتكتبي لها اياها انه هي تاخذ منظم سكر ميتفورمين حسب العيار اللي هي ممكن 500 وممكن 100، نحن بنجرب دائما بعيار مخفف، ما فينا انه احنا فورا نفوت لها اياها عيار 100، بنفوت لها اياها بعيار 500 ومنبلش عيار عفوا عيار 500 او عيار 1000 عفوا. طبعا حبه بعد الفطور،
هي بتبلش فيه وبنشوف اذا صار مثلا عندها الامور صح وما عانت من اعراض ممكن نرفع النسبه، لانه اغلب النساء اللي عندهم كيسات مبيض عندهم بدانه محيطيه متمركزه بالبطن وبالدفويات على الجناب وبالخواصر، فاحنا بنيجي بنساعد لانه احنا يصير في عندنا زياده حساسيه للانسولين بجسمك لانه هن اغلبهم بيعانوا من مقاومه انسولين. طيب دعاء، كثير عم نسمع بانواع للحميات، يعني سمعنا بالتمر واللبن انك تضلي كذا نهار عليهم، سمعنا بتفاح والحليب، تفاح وحليب، يعني كل حدا حسب شو جاي على باله بنزل لنا حميه. كثير صار شائع الكيتو دايت، شو هذا الكيتو دايت؟ خبرينا عنه اكثر، اعطينا تفاصيل، شو هي الحميه؟ هلا بس قبل ما افوت على الكيتو دايت بدي نوه بس لشغله مهمه حكيتيها، انه مثل ما قلت تنوعت الحميات، يعني اي حدا ساوى حميه طبقها زبطت عليه نزلها، فانت بدك تنتبهي لشغله انه الحميه ممكن انه ما تناسب ظروفك حتى صحيح. الماديه طبعا ممكن حتى بالضبط ما تناسب حتى ظروفك اللي انت عايشه فيها، في منهم مع الحميه عم بينزلوا على الجيم بحدود الساعه ساعه ونص، ممكن انت حتى موضوع الرياضه ما تقدري تفوتيه بنظامك اليومي بحكم انه انت كل وقتك فل. فاحنا بالنسبه للانظمه، هي الانظمه كثير شائعه والى عده انواع، من ضمنها الصيام المتقطع، حميه داش، في عندنا حميه البحر المتوسط، في عندنا حميه البحر المتوسط، انه احنا بنعرف اغلب السكان الساكنين ضمن محيط البحر المتوسط لهم نمط بالاكل، مثلا بتطلعي على خط الساحل بالضبط السمك بتحسي مكسرات بحكم في جوز في لوز دائما بياكلوا، فهن خطه هي الحميه انه بهي الاماكن هن بطبيعه حياتهم بياكلوا هذا الاكل موجود. مو برنامج غذائي موجود بحياتهم. ومن ضمن الحميات الموجوده واللي هي كثير شائعه حميه الكيتو دايت، خبريني عنها دعاء اكثر. هلا احنا بالاوريدي، عفوا دعاء، هي الكيتو اخذت صدى كتير كبير خاصة بدول أوروبية، يمكن أثبتت تفوق، عنا لسه في حالة بين إنه إحنا موافقين عليها أو رافضين لإلها. اي نظام غذائي بالطبقي له محاسن وله مساوئ، ما فيك تشوفي المساوئ للطبقي، يعني انت اي شيء بالحياه بتبلشي فيه بتشوفي مساوئه يا اما بتوقفي يا اما بتحاولي تداري موضوع البرنامج الغذائي، يا بترجعي خطوه لورا يا بيصير انه الاخصائي بيعدل لك فيه. بالنسبه لموضوع الكيتو دايت لا ضجه، لانه هو بينزل لك وزنك بشكل سريع، بس المشكله السيئه في انه هو جدا مكلف صحيح. يعني احنا ما فينا لحدا طبقته متوسطه ماديا نقول له مشي كيتو دايت، واحنا بنعرف انه هو جدا مكلف، فيه سمك فيه لوز فيه مكسرات فيه لحمه فيه زبده فيه كريمه، فهي العناصر كلها بدك تفوتيها بنمط غذائك، بدك تطلعي بكلفه كثير باهظه باخر الشهر. فاحنا دائما شو بنعمل، نسال اللي شخص اللي بده يكتب برنامج او اللي هو بده يمشي على برنامجك وضعه المادي كيف، احنا ما فينا نكتب له برنامج ما فيه يمشي عليه يمسك الورقه ويحطها على جنب، نحن نساله شو امكانياتك الماديه بحيث انه احنا ما لقينا مصدر عن طريق الاكل بروتيني اللي هو مكلف بنحول على مصدر مثلا نباتي اقل كلفه، صح اقل قيمه اقل سعرات، بس احنا بنحاول نوازن بالضبط نوازن وضعه. كمان عفوا تفضلي حياتي. الصيام المتقطع كثير من الاخصائيين التغذيه بالذات يمكن بينصحوا كثير بالصيام المتقطع وبيحكوا قد ايه له فوائد وخساره للوزن يمكن بطريقه حتى سريعه من دون اي اعراض جانبيه، بتوافق على هذا الشيء دعاء ولا؟ هلا مزبوط، الصيام المتقطع هو يعني مو انه برنامج فيك تمشي عليه، هلا انت بالاحوال العاديه بتمشي دايت مثلا 3 ايام لنفرض، او كسرتي الدايت مشيتي نمط عادي بحياتك اكلتي وشربتي، في منهم بياكلوا عادي طول الاسبوع بيمسكوا مثلا خميس وجمعه صيام متقطع، بهذا الوقت من الصوم انت سمحتي لحالك انه انت ترتاحي، معدتك ترتاح، تقدر تسترجع معدتك نشاطها، كبدك يرتاح، كليتك ترتاح، بشرتك ترتاح، لانه احنا اغلب الجانك فود اللي عم ناخده بقلب النهار كله بجسمنا له مخلفات، ما بظهر هلا، بظهر فيما بعد عن طريق بشرتنا، عن طريق شعرنا، عن طريق ستايل جسمنا، فاحنا دائما الصيام المتقطع هو الصيام ما بتضطري انه انت تروحي عند طبيب لتمشي فيه. صحيح. هو نمط فيك تمشي فيه انت تتبعيه، بجوز مثلا تمشي اكلك، تبلشي اكل من 12 الظهر، توقفي 8 المساء وتضلك صايمه لثاني يوم 12 الظهر، فهو له كذا نوع للصيام المتقطع وبنصح فيه. طب خلينا نرجع شوي للكيتو دايت نحكي عنه اكثر، اليوم ذكرتي انه نحن حيدخل فيه الزيت والسمنه اللحمه اللوز المكسرات الى اخره، ونحن بنعرف انه هدول القصص بيسمنوا كرمال هيك نوضح الصوره اكثر للناس، شو تاثيره الايجابي على الجسم كرمال انه عم يعمل هذا النزول وبكميات منيحه يعني وخلال فتره ما كثير طويله؟
هلا احنا رجعنا بموضوع اسمه الكيتو دايت. الكيتو دايت انت بالحاله العاديه لما عم تيجي تاكلي وجباتك بقلب النهار، ان كان رز ان كان بطاطا ان كان معكرونه، هذا المصطلح اللي هو كارب. الكارب يعني بعد ما يفوت على جسمك عم بتحول لشيء اسمه سكر. السكر هو مصدر الطاقه الرئيسي بجسمك. بالكيتو هو شيء مختلف تماما. شو بصير بالكيتو؟ انه احنا قطعنا الكارب. اشرحي لنا هيك بالكيتو. انا بدي اشرح بطريقه يقدر حتى المتلقي انه توصل المعلومه بطريقه بسيطه وسهله. بالكيتو دايت انت ما فوتي كارب على جسمك، ما عاد في هالكميات الكبيره اللي كل يوم عم تاكليها، خبز معكرونه بطاطا ايس كريم كذا، يعني هي الممنوعات. خلينا بالضبط هي الشغلات انت ما عاد فاتت على جسمك. طب بنظام الكيتو شو عم بصير؟ بصير الجسم بده يدور على مصدر ثاني للطاقه، بدور بدور بدور، وين بيلاقي؟ بيروح على الخلايا الدهنيه، بدق الباب عند الخلايا الدهنيه وبسحبها. شو بيعمل؟ بيحولها للكبد. الكبد شو بيعمل؟ بيقوم على حلمهتها بيحولها على شكل كيتونات. هاي الكيتونات بيستخدمها الجسم على شكل طاقة، لهيك احنا اسمه الكيتو دايت نسبة الى الكيتونات اللي هي صارت مصدر الطاقة الاساسي للجسم بدل السكر. نعم. الكيتونات مرة على مرة مرة على مرة بصير الجسم خلص تعود انه بجسمك ما عاد في سكر، بصير على طول يدق الباب على الخلايا الدهنية ويحرقها. طبعا. يدق الباب على الخلايا الدهنية ويحرقها. ممنوع سكر نهائي خلال هاي الحملة؟ كم يعني ما في السكر 5%، فانت لما بتمشي برنامجك الغذائي فبتطلعي ما في خبز ما في رز ما في معكرونه. شوفي لك في اكل كثير، في دهون صحيه مثل زيت جوز الهند افوكادو، في عندنا مثلا صدر دجاج بتشوحيه بتحطي عليه كريمه، فهي خطه حلوه. اذا كان في عندك مثلا بدانه مفرطه ما عم تلاقي هالبرنامج اللي ينزل لك وزنك، الكيتو بينزل. صح هو مكلف بس بينزل بالوزن. بس كمان يمكن الاثار الجانبيه اللي سمعنا لبعض من جرب الكيتو دايت انه نحن بننزل وزننا كثير بسرعه، بنرجع لحياتنا الغذائيه القديمه فبنرجع بنستعيد هذا الوزن يلي خسرناه. قد ايه صح هذا الحكي وقد ايه ممكن يكون غلط؟ هلا مدى صحة هذا الكلام هو صح 100%، لأنه أنت لما بالكيتو صفرتي لنفرض الكارب أو قللتي كميته وفجأة فتحتي على جسمك رجعتي تاكلي خبز معكرونة كذا، فأوريدي رجع جسمك بده يدور كمان على شو، إنه رجع صار في زيادة أو في بدانة. نحن بهي الحالة شو بنعمل؟ بنبلش منضيف الكارب بشكل تدريجي، ما من فوته احنا فورا دفعه واحده. انه انا ما فورا قاطعتك مثلا لنفرض 6 شهور عن الخبز والمعكرونه والبطاطا وا 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 وقول لك فجاه قطعتي الدايت بعد ما وصلتي للوزن اللي بدك اياه، كلي رز او مثلا فورا كلي معكرونه ورز او معكرونه ورز وبطاطا. فاحنا بدنا نحاول انه احنا بنفوت الكارب بس بشكل تدريجي، بحيث انه انت يضل جسمك محافظ على الوزن اللي وصلتي له، وما نحاول انه احنا نكسر نخرب النتيجه اللي وصلنا لها. طيب دعاء، كثير بنشوف صبايا بيلجأوا لموضوع الزهورات، يعني سلمكه ميراميه هدول القصص، عشرق، وهدول لهم تاثير جانبي على الجهاز الهضمي. لهم ايجابيات، خلينا قبل ما نروح لسلبياتهم انه ممكن يساعدوا اليوم انه ينزل الوزن او لا. هلا دائما قبل ما تصير هي الثوره الجديده اللي هي ثوره التغذيه والحميات، في شيء اسمه الطب البديل او هي الاعشاب. طب الاعشاب هو علم كامل بتدرسي، فهو بحر واسع له ايجابيات اكيد. احنا دائما كانوا اهالينا بنظامهم الغذائي القديم، بتسالي مثلا اهلك بيشربوا قرفه، بيشربوا زنجبيل، كمون، بيقولوا لك بس بطنك بتوجعك فورا جيبي كمون حطي كمون مع معلقه لبن. فانه الاعشاب كثير هلا انت لما بتفوتيها ببرنامجك الغذائي فاكيد هو بده يساعدك على الحرق، بده يزيد عندك معدل الاستقلاب بجسمك. فاحنا من الاعشاب اللي عم نفوتها ببرنامج التغذيه مشان نساعدك على موضوع شيء اسمه حرق الدهون، قرفه، زنجبيل، كمون، اوريجانو، جينسينج، يعني هي اغلب الاعشاب. الزنجبيل ما بيعمل ارتفاع بالضغط؟ اذا حدا عنده يعني عنده اساس بارتفاع الضغط بحس يعني بيقول لك دغري انا وجعني راسي. هلا لما بده يجيكي مريض بدك تمشيه على حميه، وانت بتعرفي انه هو مريض ارتفاع توتر شريان يعني اللي هو ضغط، فهو له حميه خاصه اللي هي حميه داش. بهي الحميه نحن بنحاول نختار له الاكل الشرب اللي بيناسب وضعه، فاكيد احنا بهذا الدايت رح نبعد عن شيء اسمه زنجبيل. فانا يعني بدي ادور الضغط بالضبط. بتعرفي انه في يعني هو حتى في هي في اختلاف يعني بين كثير من الاطباء انه لا بالعكس هو بيرفع بيزيد المناعه، ما له علاقه ابدا بالضغط. هلا هو شربته بيوفر، كثرته دعاء شربته بيوفر، اي شيء لما بتزيديه على حده بده يعكس عليك بالسلبيات. بس هو بالشكل الاجمالي اذا اخذتيه بشكل متوازن وعادي وما كثرناه وبناخذه بفتره انه بنعرف فيما بعد في حرق، يعني احنا في مشي في كذا، فهو رح يساعدك على الحرق. مريض الضغط هو مريض حميته سهله وصعبه،
يعني اذا شرب كوب ما رح ياثر عليه، رح يكون فورا انه هو تخلص منه. مرقه هيك مع شغلات يعني عم نشربها، ممكن ممكن لا ننسى مثل ما قلتي دعاء، يمكن اي شيء نحن ممكن نكثر منه لشخص ممكن بيعاني من مرض معين ممكن نحن نلاقي نتيجه سلبيه. وهون الاعتدال وهون دور اخصائي التغذيه اللي اكيد ما حيوصف ولا نوع حميه بدون ما يعرف شو الخلفيه الصحيه للشخص المريض او الشخص اللي حابب يفوت بحميه. كثير من المعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها دعاء، بدنا نقول لك شكرا، وصححتي لنا كمان كثير من الامور الخاطئه اللي ممكن هي منتشره بشكل كثير كبير خاصه بين الصبايا اليوم. شكرا لك. أعطيكم العافية صبايا.